أضخم حيوان حي عهده كوكبنا يبدو كالقزم في عرض المحيط المترامي الأطراف. يبلغ طول الحوت الأزرق 30 متراً ويزن أكثر من 200 طن. يمكن القول بأنه أضخم من أضخم ديناصور وجد. يبلغ وزن لسانه وزن فيل، ويبلغ حجم قلبه حجم سيارة، بل إن بعض شرايينه تبلغ من الاتساع درجة أنه يمكنك أن تسبح فيها. يبلغ عرض ذيله عرض جناحي طائرة صغيرة. سرعته انسيابية في المياه التي قد تبلغ 20 عقدة. لأمر مذهل، إنه أحد أسرع مخلوقات البحر وأضخم المخلوقات المائية. يتغذى على أصغر الكائنات المائية الكريل والروبيان وصغار القشريات التي لا يتعدى طولها سنتيمترات قليلة عندما تتجمع في المياه الضحلة.